مقبول، وهو في محل رفع اسم الجلالة، في محل شنو رفع على أنه فاعل لدفع، لأن دفع بمعنى كأن الآية أو كأن المعنى ولولا أن دفع الله الناس، فدفع مصدر يعمل عمل فعله. قلنا اسم الجلالة هو مضاف إليه لفظا وهو مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره، وهو في محل رفع على أنه فاعل لدفع. وطبعا أثر هنا عمل الإضافة على عمل ماذا؟ المصدر. واضح المسألة أن الإضافة أقوى. والناس شو مش نعربها؟ مفعول به لشنو؟ مفعول به لدفع المصدر، مفعول به، وهو طبعا منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. واضح المسألة ولا؟ المثال الموارد، قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، هذه في سورة النساء. فأخذهم شنو مش نعربوها كل عادة، شكون يحب يعني المحاولة؟ هي مش تكون يعني أخذهم المصدر، هذا هو معطوف على ما سبقه، هذاك إعرابه ما باعتبار ما سبقه هذاك ما يعنيناش، احنا تو يعنينا هنا كونه ماذا؟ مصدر. شو نقوله؟ أخذي هذا مصدر، أخذ يأخذ أخذ به، اي شو نقوله معه؟ هو مصدر مضاف. أحسن، اي اي وضمير شو اسمه ضمير الخفض المتصل مضاف إليه، واضح ولا؟ أخذي هم، فالهم ذيك هي مضاف إلى أخ، وهو مضاف إليه لفظ. أي؟ أحسن. لا أفعل. كيف إيش نصب؟ التقدير شنو؟ أخذوا هم الربا، ولا الربا أخذه. والله يظل لي كلامك صحيح. في زمان الربا هو الأخذ طار بهم، أي وأخذهم الربا، فنقول الضمير هذا هو في هو مجرور هو مضاف إليه لفظا، نقول في محل جر لأنه مبني، نقولوش يعني مجرور، وهو كذلك باعتبار المعنى في محل رفع على أنه فاعل لأخذ، أي والربا والربا مفعول به منصوب. ما هي علامة نصبه؟ فتحة مقدرة على على الألف. ما عن ظهورها التعب. نعم. ده. وقد نهوا عنه، هذه كجملة يعني حالية. يعني شو نقوله؟ نقوله الضمير في أخذهم هو ذو الحال و. والواو حاليه، وقد حرف تحقيق وتقريب، ونهو فعل ماضي مبني للمجهول، فاعله يعني ضمير فاعله الواو العائد على المتكلم عنه في الاخير، وعنه متعلق بنهو، كلها جمله حاليه يعني. واخذهم الربا، اخذوهم الربا حال كونهم قد نهوا عنه، واضح ولا؟ وأكلهم أموال الناس بالباطل، أكلهم معطوفة على أخذهم، فبما نقضهم ميثاقهم إلى آخره، فالباء يعني للسبب، فبسبب هذه الأمور الله لعنهم يعني وطردهم من رحمته، فأكلهم معطوفة على أخذهم. نفس الشيء شو نقوله؟ كيف اسمها ترى؟ أكلي مصدر مضاف، خل نسمع اسمها رأي مصدر مضاف، أي سهل عاد فيها يعمل. أكل هذه أما اللطف يا ربي أموال الناس يعني ضمير الخفض المتصل هنا الهم إيش نقوله؟ هو قوله هو ضمير متصل، لا هو مضاف إليه، مضاف إليه في محل جر، لا نزيدها مضاف إليه لفظ يعني باعتبار الألفاظ، نحن إذا نراه هنا في الألفاظ نقول ماذا؟ مضاف إليه،
طبعا مدام مضاف إليه في محل جر. أي؟ في محل جر. وهو باعتبار المعنى. وهو باعتبار المعنى فاعل. أي لا نقول في محل رفع على أنه فاعل. في محل رفع على أنه فاعل. التقدير شنو؟ التقدير أكلوهم. أكلوهم. يعني وأموال الناس. أموال مفعول به منصوب. وهو كذلك مضاف. وهو مضاف. والناس. والناس مضاف إليه مجرور. أي وبالباطل. الباء قلنا حرف جر. الباء حرف جر أي. والباطل اسم مجرور هذه قلنا حالية كذلك. لا لا. جار ومجرور متعلق بأكلهم. بأكلهم. أكلوا بال بالباطل. فض. هاي اللي تذكر الأمرين يعني هذا الموجود بين أيدينا هو باعتبار الألفاظ هو كذا وباعتبار المعنى هو كذا لأن لو اقتصرنا على ذكر الموجود الإضافة ف يعني مجيء البيت أو مجيء بالمثال لأجله لم نذكره وهو المقصود الأساسي من هذا الباب أن نذكر عمل المصدر. أثر طبعا وهذا الموجود في الألفاظ ودليل الإثارة وأنه في الألفاظ الموجود هو عامل الإضافة الجر يعني مثلا لفظ اسم الجلالة في دفع الله ولا أخذهم ولا أكلهم فالظاهر أن العمل يعني انحاز إلى جانب الإضافة لكن هذا لا يمنع أنه باعتبار المعنى كذلك له وظيفة في الجملة. طيب هذا القسم الأول وذكر لنا يعني الضرب الأول من القسم الأول يعني المصدر يعمل على ثلاثة أنواع ثلاثة هيئات. الهيئة الأولى أن يكون المصدر مضاف وهذا المصدر المضاف العام اللي هو القسم الأول إما أن يضاف إلى الفاعل وإما أن يضاف إلى رأينا ثلاثة أمثلة مما يضاف للفاعل الآن قال ومضاف قال وهو ضربان مضاف للفاعل ومضاف للمفعول المثال الثاني إيش قال كقوله قول الشاعر يعني ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل ألا حرف تنبيه وإن حرف مشبه بالفعل أحنا اللي يعنينا بعد شنية ظلمة ظلمة هذا مو اسم إن وهو مصدر مضاف يعمل عمل فعلي ظلم يعمل عمل ماذا؟ ظلمة أي نفسه شو مش نعربه؟ نعم؟ أحسنت هو لفظا مضاف إليه وهو مجرور وعلامة جره فتحة ظاهرة على السين كيف ولا؟ نفسي هذا مضاف إيه وهو هو في محل نصب مفعول به أحسن في محل نصب مفعول به التقدير ظلم نفسه المرء أو ظلم المرء نفسه إيه والمرء شو مش نعرفه فاعل مرفوع لظلم المصدر ففي هذا المثال أضيف المصدر إلى المفعول به لا إلى الفاعل. لا إلى الفاعل أبين شنو نعربها هي خاطئة بابنا ما. أي خبر ماذا خبر إن تقول يعني ألا حرف تنبيه لا محل له من الإعراب إن مع اسمها وخبرها جملة اسمية خبرية تامة أي وإذا كذا هذا كظرف لها إذا اسم ظرف ب من بعد المثال الموالي وقوله حقا قرأنا عنه في المثال وقوله عليه الصلاة والسلام وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أركان الإسلام خمسة أو بني الإسلام على خمسة ثم قال شهادة أن لا إله إلا الله هذه هي شهادة إلى آخره وبعد قال وحج البيت الركن الخامس هو حج البيت فحج هذا شنو
مصدر مضاف أي والبيت مضاف إليه حجر البيت أي البيت مضاف إليه وشو آخر معه مضاف إليه لفظا ولا معنى لفظ وعلى وهو مجرور وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخره إيه وهو باعتبار المعنى شنو لما أقول حج البيت لحي حج حط فعل حج البيت من استطاع إليه سبيلا فالبيت شنو إعرابه مفعول به وما يجينا له الأسماء الأماكن المحددة لا تعرف ظرف مكانه دخل زيد للسوق ونار بالسوق مفعول به حج البيت البيت إعرابه مفعول به فما لا البيت هو باعتبار معناه هو مفعول به فهو في محل نصب على أنه مفعول به أي ومن من اسم موصول وهو فاعل حج واستطاع إليه سبيله هي صلته استطاع فعل ماضي مبني على الفتحة وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو عائد على من وإليه جار ومجرور متعلق باستطاع وسبيلا شنو مفعول به لاستطاع واضح استطاع إليه سبيلا صلة ومن اسم موصوف كلها مش تكون فاعل لحج فما لحج هنا في هذا المثال أضيف إلى الفاعل أم إلى المفعول مفعول إلى المفعول أي بعد إيش قال وبيت الكتاب حطلنا بين نقطتين أي كتاب سيبويه هذا بيت شعر مشهور في كتاب الإمام سيبويه رحمه الله ذكره فنسبوه إلى كتابي قال وبيت وبيت الكتاب وهو قول الشاعر تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهم تنقاد الصياريف طيب وين الشاهد هنا من هذا البيت أحسن نفي هي نفي قبل من نشوفوه يعني هي علاقتها بما سبق شنو إعرابه لا مش مفهوم مطلقة في معنى التوكيد هو لكن التوكيد من التوابع هذا مصدر تنفي نفي تنفي ماذا نفي نفي شو نقوله مصدر مضاف والدراهم الدراهم يعفو هي مش ممنوع من الصرف هذا لماذا قبل الكسر ضرورة سمار قال الضرور موافقينه الألف واللام إذا دخلت على الممنوع من الصرف أو الإضافة قبل الكسرة مررت بالمساجد مررت بمساجد ملأ الدراهم شنقوله هو مضاف إليه لفظا وهو مجرور وعلامة جره شنية الكسر أي ايوه هذا باعتبار اللفظ وهو باعتبار المعنى شنو اعراب مفعول به لنفي يعني نفي في قوة قولنا تنفي الدراهم تنقاد الصاريف شنو هذه خلينا نشوفوا معناها قال يصف الشاعر ناقته ويقول إنها لسرعتها وصلابتها تثير الحصى وتنثرها في كل جهة كما ينثر الدراهم نقد الصيارفة لها واضح المسألة ولا فتنقاد هذا هو فاعل نفي تنقاد فاعل المصدر نفي مرفوع وهو مضاف والصيارف مضاف إليه واضح المسألة ولا أي هو مصدر وهو فاعل كمان لا 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 مصدر إذا كان مش يكون فاعل عاد ما عادش عندنا شاهد
هو هذا أنا قريت لكم العرب الموجودة. شوف إيش قال تنفي إلى آخره. نفي مفعول مطلق منصوب، هذه شفناها ولا؟ هذه تنفي نفي. عامله تنفي وهو مضاف. الدراهم مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله، مجرور بالإضافة. طبعا هذا باعتبار اللفظ ولا المعنى؟ لفظ. لفظ. تنقاد فاعل المصدر نفي مرفوع وهو مضاف. الصياريفي مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، لأن تنقاد هو كذلك مصدر. يعني جاء لما ننظر إلى تنقاد الصياريفي هو مثال للضرب الأول من القسم الأول اللي حكينا عليه سابقا، من باب دفع الله الناس بعضهم إلى آخره. تنقاد مصدر. تنقاد ليس التاء، هذيك ليست تاء مضارعة. يعني كأنك قلت نفي الدراهم انقياد الصياريفي، فهمتها ولا؟ الفعل ماذا؟ تنقاد. ما تكرهش هنا. وقال تنقاد مصدر نقد كالتذكار مصدر ذكر. أي تذكار مصدر نقد؟ قال كالتذكار مصدر أي نقد. نعم. تنقاد الشيء هو يعني جعله نقد، يعني يكون المعدن الذهب في البداية يعني خام، فيأتي عند هؤلاء الصيارف الذين يعني يصنعون الدراهم والدنانير فيضعه على النار ويشرع في ضربه وينفي عنه الأجزاء التي لا يعني لا تناسبه، فيصير بعد ذلك لماعا يعني جاهزا. فهذا العملية هو نقد الدراهم أو تنقادها. واضح المسألة؟ به مش من قيادة المضارعة. لا لا لا، من باب النقد. من باب النقد. مو احنا ما عادش توكيل ولا يطبعونا في الوراق، ما عادش نفهموها الحكاية هذه، على جاتنا صعيبة. تو يطبعونا في الوراق حتى كالدينارات، هنا فما دينارات جدد برشا فرحانين بيهم، يلموا بيض يلموا بالباهي ليتهم الدينارات ولا الفلوس مو كي جدد هاكم قالوا مغشوشين جايين من الشنوة، مسوا في ذكير تتلقى حديد. نهار اللي يقلب علينا الفيستا اللي يبدأ عنده دينارات كيما كان كيكبس بيهم من برا، اللي عاجبكم من برا شحالهم من داخل. فتوا الدنانير ما عادش ولا قيمة معنوية، فهمت؟ ولا نقد الكتاب ولا نيجات حكاية أخرى. وبعد هنا باش ندخلوا في المشترك في اللغة العربية. اللغة العربية ثرية جدا، قد يكون هناك لفظ واحد له معاني كثيرة فاستعماله في معنى لا يمنع استعماله في معنى آخر. نعم. الثاني استعمل مراد بالثاني مش النبي. أي ثاني؟ كثرة الثواني والأوائل والثوالث. هو المصدر قال يعمل على ضربين، إما منون وإما عفوا إما منون إما غير منون. فذكر لنا أول شيء المصدر غير المنون. لا الثاني هذا ولا هو ثالث. ينقسم المصدر العام إلى ثلاث أقسام. أحدها المضاف. المصدر طبعا ما دام مضافا هل يكون منونا؟ لا يكون منون. النوع الأول من المصادر العاملة هو المصدر المضاف. وشفنا المصدر المضاف فيه ضربان، إما أن يضاف إلى الفاعل وإما أن يضاف إلى المفعول. مش شرط مفعول به، إلى المفعول، لكن الأكثر أنه يكون مضاف إلى المفعول به. النوع الثاني من المصادر هو المصدر المنون. المصدر شنو؟ المنون. لما مش يكون منون هل سيكون مضافا؟ لا لا. هاو شوف من خلال الأنف. أي الثاني المنون وإعماله من إعمال المضاف، لأنه وإعماله من أقياس من إعمال المضاف. أقياس. هاي ثم كلمة ناقصة. أقياس. أعماله أقياس من أعمال المضاف. أيوة واضح ولا؟ إيش معنى أقياس؟ يعني أحسن. أحسن.
استدلالا وفي أكثر للقياس هو هذا هو أحسن. الأقيس هي صيغة اسم تفضيل من القاس يقيس. أقيس يعني هو أقرب إلى القياس، أقرب إلى القاعدة اللغوية، لكن ربما هو أبعد في الاستعمال. قد تكون هناك أشياء يؤيدها القياس ويخالفها الاستعمال نوعا ما. تكون القاعدة النحوية تميل إلى جانب ولكن الاستعمال يكون عكس ذلك. هذا إيش معناه؟ معناه أقيس هي أقرب للقياس يعني القاعدة النحوية، وأعماله أقيس. وطبعا صيغة اسم التفضيل هنا لا تقتضي تقتضي المشاركة. ما هو تعريف اسم التفضيل؟ اسم التفضيل هو اسم وضع ليدل على أن شيئين فصاعدا اشتركا في وصف وزاد أحدهما على الآخر. هذا تعريف اسم التفضيل. يعني لما نقول مثلا هذا الطعام أفضل من هذا الطعام، فكل كلا الطعامين موصوف بالفضل، لكن هذا فاقه ماذا؟ فضلا. واضح ولا؟ فلان أحسن من فلان، فكلاهما متصف بالحسن، لكن هذا الأول فاق الثاني مثلا في هذا الوصف. فلا يعني أن المصدر المضاف مخالف للقياس، لا، هو كذلك موافق للقياس، لكن الآخر موافقته للقياس يعني المصدر المنون موافقته للقياس أكبر وأكثر. واضح القضية؟ أي؟ الثاني المنون وإعماله أقيس من أعمال المضاف لأنه يشبه الفعل بالتنكير. لأنه شو؟ يشبه الفعل بالتنكير. كيف إيش الحكاية هذه ترى؟ إيش معنى يشبه الفعل بالتنكير؟ التنوين هذاك شنو يقتضي؟ نكرة. أحسن، تنوين تنكير في أسماء الأفعال. صه بمعنى هي بمعنى أسكت، وصهن بمعنى أسكت أي سكوت. فالتنوين اللي جاء في صهن تنوين ماذا؟ تنكير. تنكير، أسكت أي سكوت، أسكت سكوتا ما في وقت ما. فالتنوين عادة ما يكون فيه معنى ماذا؟ النكار أو التنكير. والأصل في الأفعال أنه نكرة. أصل في الأفعال شو؟ لما شو حكم ال تذكرش في المقاعدة شفناها في دروس نحوية ثالث، يقول والجمل بعد النكرات صفاته وبعد المعارف أحواله. هي قاعدة معروفة، الجمل يعني لما تكون عندي نكرة وبعدها جملة، الجملة شنو مش نعربوها؟ نعرفها صفة ولا حال؟ شوف ركزوا مليح. جاء زيد يركب حمار، جاء رجل يركب حمار، أي شنو أعراب الركوب الأول؟ شنو أعراب الركوب الثاني؟ لما نقول جاء زيد ولا جاء الرجل يركب حمار، عندي معرفة وبعدها جملة، وجاء رجل نكر يركب حمار، عندي نكرة وبعدها جملة. أي في المثال الأول جاء زيد يركب حمارا، شنو إعرابها؟ حال. وجاء رجل يركب حمارا. نعم. نعم. أليش؟ أي القاعدة الأساسية أن الجملة الفعلية في حكم النكرة، الفعل في حكم ماذا؟ النكرة. فإذا أنا عندي اسم شخص ولا شيء معرفة، ووصفت هيئته بما هو في حكم النكرة، معرفة بعدها نكرة، هذا مش يكون تركيب وصفي ولا تركيب حالي؟ تركيب حالي. حالي، لأن صاحب الحال دائما معرفة والحال نكرة. واضح ولا؟ لكن لما يكون عندي شيء نكرة وبعد وصفته بشيء بينت هيئته بشيء نكرة، فالاثنين اتفقوا في نعم. كونهما نكرة، مش يكون نعت. يعني ما أردنا قوله من خلال القاعدة هذا أن النحاة متفقون أن الجملة في حكم ماذا؟ النكرة. فإذا نوّن المصدر فستكثر مشابهته بالفعل، باعتبار أن هذا التنوين سوف يدل على ماذا؟ على أنه نكرة. متى يكون منونا؟ المصدر بماذا سيعرف؟ إما أن يعرف بالألف واللام، وإما أن يعرف بالإضافة، وفي كلتا الحالتين لا يلحقه تنوين. إذا كان لحقه تنوين أعلم أنه لا توجد ألف ولام ولا توجد كذلك إضافة، فسيكون ماذا؟ نكرة. بما سيتعرف؟ قال لأنه
يشبه الفعل بالتنكير. ايه وشنو السر هنا يشبه الفعل بالتنكير؟ علاش ذكرنا الجملة هذه؟ لأنه كذا. هذه الجملة ما لماذا ذكرها هنا؟ تقول لأنه اللام مش لام تعليلة فيها، كأنه بين سببا. ما هو المسبب؟ فعل متفاعل يعمل كالفعل. قال لأنه يشبه الفعل بالتنكير. أحسن. مو في البداية شنو قال لنا؟ هو مش يعطينا ادعاء من غير دليل. قال لنا المصدر يعمل منونا، قال وعمله هكذا وهو منون هو أقرب للقياس. كيف علمت أنه أقرب للقياس وما هو دليلك؟ قال وإعماله، يعني هذا المنون المصدر المنون، إعماله أقيس من إعمال المضاف. علاش؟ قال لأن المصدر المنون أكثر مشابهة للفعل من المصدر المضاف. المصدر المنون شنو أكثر؟ وطبعا هو بما اكتسب هذا العمل، يعني لماذا سمحنا له بالعمل أصلا؟ قياسا على الفعل، باعتبار أنه سوف يعمل عمل الفعل، لأن صلتك القرابة مع الفعل هي التي خولت له العمل. فكلما كان أكثر مشابهة لهذا الفعل كلما كان عمله أقوى، كلما ابتعد عنه كلما كان عمله ماذا؟ أضعف. فعمل المصدر المنون أقيس من عمل المصدر المضاف، لأن العمل المصدر المنون هو في حكم النكرة فيكون أكثر مشابهة للفعل، فلهذا قالوا إن عمله وهو منون أقيس من عمله وهو مضاف. واضح المسألة ولا؟ يريد يعني هستر هذا كل فيه ادعاء وفيه دليل وشني ووجه كذلك الاستدلال. أي؟ كقوله سيذكر المثال، كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة، تقديره أو أن يطعم في يوم ذي مسغبة يتيمة. أي نعم، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة. شنو مش نعرفه هذا؟ إطعام شو نقوله؟ هذا مصدر يعمل عمل فعله، مصدر يعمل ماذا؟ عمل فعله. أي جار مجرور متعلقان بالمصدر. شو قلت لي؟ جار مجرور متعلقان بالمصدر. أي هو نجم نقول متعلقان بالمصدر، ويمكن أن نعربها كذلك ظرف مفعول فيه بواسطة حرف جر. أي في يوم ذي مسغبة. أي إيه، لكن أين فاعل إطعام؟ الضمير يستتر في المصدر هو لا يستتر في المصدر. ما لا كيفاش مش نبقى من غير عمدة؟ الفاعل عمدة ولا هاي هل نبقى بدون عمدة؟ يطعم هو، أي هو مستتر في يطعم، لكن لم يجد مكانا في إطعام. هو من ميزة الكتاب اللي عندي هذايا، عنده حسن الظن العامل الحاشي، لما يكون شاهد بيت شعر وإلا أي كلمة يعربها ويفصلها، لما تكون آية قرآنية سبحان الله يحط لك بيني وبارك الله فيه، هو قال لي رأي في سورة البلد، جاب ربي قال لي هنيك في خوش بالي في سورة البلد، فهمني وتعدى هلوش على روحك. شو مش نعمه أنا؟ سهل المسألة هذه في مثل هذا الباب. لما ترجعوا للتفاسير يقولوا راه الفاعل إطعام هو ضمير يعني محذوف، تقديره إطعامه.
التقدير شنو؟ وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يقول حتى ترجع تفسر التفسير الجلالين يحط لك من بعدها إطعام، أي إطعامه، يعني أن هذا الشخص هو الذي سيطعم. طبعا الضمير يعود على المذكور آنفا. أو أطعم، شفت أطعم يولي يستتر فيها الضمير. وهنا طبعا الفعل هو العامل، لكن هنا المصدر فما نقولوش إيانا نقولوا راهو الضمير مستتر في المصدر، لا، ما نقولوا فاعله ضمير محذوف. وطبعا هذا جاز في العوامل القياسية في المصدر، ولكن لا يقع في الفعل إلا في حالة واحدة في باب الفعل. هل يمكن أن نذكر الفعل ونقول لا فاعله محذوف؟ في الفعل في باب تنازع الفعلين حكينا عليه، التنازع مكاي ولا في باب لما تقول جاءني وأكرمت زيدا ولا زيد؟ جاءني وأكرمت زيدا، أين فاعل جاءني؟ ضمير. مش نقع في إشكال الإضمار قبل ذلك. ويمكن أن تقول جاءني وأكرمت زيد من باب أعمال الأول. فما هي تقريبا في ثلاثة حالات بين الحالات واللي يكون الضمير يعني مقدم في باب التنازع الفعلي. احنا تو اللي حسنا به هنا هو المصدر، فالتقدير إطعامه، التقدير ماذا؟ فميزة عمل المصدر المضاف وأنه لا يحتاج إلى تقدير الفاعل في بعض الحالات، لا يحتاج، يكون الفاعل مذكور كما شفنا في الأمثلة السابقة، ولكنه أقل مشابهة للفعل باعتبار أنه مضاف، لأن كون الشيء مضاف هذه علامة الأسماء، الإضافة هي خاصية من خاصية الأسماء. النوع الثاني من عمل المصدر الميزة الإيجابية اللي فيه هو أكثر مشابهة بالفعل، لكن عيبه أنه مدام ليس منونا فهو ليس مضاف، ففي بعض الأمثلة سيكون ماذا الفاعل ماذا مقدرا. أي كم الثالث وتقديره أن يطعم، أي وطبعا يتيما مش يكون شنو، هو مفعول به لإطعام، وفي يوم ذي مسغبة هو إما نقوله جار ومجرور متعلق بإطعام، وإلا نقوله كذلك مفعول فيه بواسطة حرف جر. أي الثالث المعرف بألف، أي النوع الثاني من أنواع المصادر اللي هو المعرف بألف، بلعنا المصدر إما مضاف وإما منون وإما معرف بألف. أي وإعماله شاذ قياسا واستعمالا، نعم، أي أعماله شاذ يعني قليل، إيش قال قياسا يعني هو أبعد ما يكون عن القياس، وكذلك في الاستعمال هو لغة قليلة كقوله عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، أي عجبت من أن رزق المسيء إلهه ومن أن ترك بعض الصالحين فقيرا. عجبت من الرزق، وكان قال من رزق المسيء إلهه، تصير هذه لغة كثيرة، يعني من أن يرزق الإله، من أن يرزق إله المسيء المسيء، واضح ولا فهمتوها ولا؟ لكن لما تدخل الألف واللام على الرزق تصير هذه لغة قليلة. عجبت من أن من رزق من الرزق المسيء إله، شو مش نعربوا الرزق، شو نقولوا هذا مصدر محلى بالالف واللام، ولو ما عرف الالف واللام يعمل عمل فعله، يعمل عمل رزق. والمسيء شو اعرابها؟ مضاف اليه، لا لا من الرزق، لا لا كيفاش نعرف مش المصدر يعني مش يكون موصوف، لا ها يكون لفظا مضاف اليه، كيفاش يكون مضاف إليه اللي هما جوج معرفين ألف واللام؟ شوف شقال
إعرابه عجبت فعل ماضي مبني على السكون إلى آخره ب تاء ضمير من الرزق جار ومجرور متعلق بعجب والرزق مضاف والرزق شنية مضاف أي لفظ الرزق مضاف المسيء مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله مجرور بالإضافة الألف واللام هذيك ليست للتعريف هذا يقع في الإضافة اللفظية احنا شفنا الإضافة اللفظية والمعنوية سابقا ولا شنو قلنا فيها ترى شفناها نكاية ولا تلحك على المجرور شكون يذكرني بالفرق بين الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية الإضافة اللفظية أن يكون شنية لا لا إذا كنت ذكر تعريف سابقا مش مسألة اجتهادية طيب لما نقول غلام مزين إضافة لفظية ولا معنوية بل وضارب زيد ما كان فيه المضاف صفة وشوف مزال مضافة إلى معمولها هذه شنية قاعدة تفسكي انت دول هذه إضافة لفظية إذا يكون عندي ركزوا مليح المضاف صفة لما نقول صفة شنو نقصد به ترجم بعد تسجيل ترقاه المقصود بالصفة هو المشتق اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو أفعل التفضيل أو المصدر أن يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولها لجيم بعد هو معموله إما فاعلها أو مفعوله هذه الإضافة نسميها إضافة لفظية وما هو تعريف الإضافة المعنوية المتنبي قال وبأضدادها تفهم الأشياء الإضافة المعنوية أن يكون المضاف غير صفة مضافة إلى معمولها جميل واضح ولا به علاش الإضافة هذه تسمات لفظية وهذه تسمات معنوية لأن الإضافة اللفظية فائدتها تخفيف في الألفاظ فقط ولا تفيد لا تعريفا ولا تخصيصا أما الإضافة المعنوية ففائدتها في المعنى لعم لها أثر في اللفظ أن يصير المضاف إليه مجرورا وأن ينزع التنوين من المضاف لكن المقصد الأصلي هو ماذا مثلا لما نقول غلام لفظ غلام معرفة ولا نكرة معرفة غلام زيد ايش صار لا لا غلام وحدها معرفة شكون قال معرفة وانا سألت وخط غزرت للكاس قلت له وفاء لا لا خلي يزي عاد خاش مش يشرب له وعلى هالدرس بتاع اليوم الواحد لازم تحطي الترموس هيني كي نقطة صباح شكون نحكي غلام النكرة ولا معرفة تبتيل قلت صبيت وش بيقعد فارغ ليس واحد يركز على حاجه برك مش شفت مجيش هالصحونه وتفشوا الحارب مع النحو مجيش لا اسمع حط الكتاب قدامه وقلم نشوف نشوفك اهو وجع له تسلك باه ايش قلنا احنا غلام النكره غلام زيد ما اعرف باه وغلام ورجل ما اعرف ولا نكره خلاص نكرة مخصصة نكرة شنية ما هو التخصيص التخصيص في اللغة العربية هو تقليل الأفراد أنا مثلا عندي 100 من الحاضرين 50 رجل و 50 امرأة وعندي غلام لما أقول غلام كم عدد الاحتمالات 100 يما يكون غلام للأول ولا الثاني ولا الثالث ولا إلى آخره لما أقول غلام رجل مثلا ولا غلام امرأة فولد 50 حالة فالتخصيص هو تقليل الأفراد ففائدة الإضافة المعنوية إما تعريف وإما ماذا؟ تخصيص تعريف إذا أضيفت النكرة إلى معرفة وتخصيص إذا أضيفت النكرة إلى نكرة الإضافة اللفظية هل تفيد تعريفا أو تخصيصا؟ لما نقول جاء رجل
هل هل يمكن أن أقول بعدها ضارب زيد؟ لما لا؟ ما لشنو باش نقول ترى؟ أنا نعرف فما راجل نكرة ضرب زيد. شو نقول؟ جاء رجل ضارب زيد. نحي رجل حط معرفة. جاء الرجل شو نقول من بعدها؟ ضارب زيدنا. فشفتوا تلاحظوا أنه الإضافة اللفظية يعني تدخل عليها الألف واللام. علاش؟ في الإضافة المعنوية لا تدخل الألف واللام على المضاف. علاش؟ لأن هي بجودها معرفة، هي معرفة باعتبار أصلها. فيعني إذا دخلت عليه الألف واللام مش يصير تناقض. لكن الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا، لا تفيد ماذا؟ فيمكن أن تدخل الألف واللام على ماذا؟ المضاف، باش يصير معرفة تدخل عليه الألف واللام. فتقول جاء رجل ضارب زيد، ولا جاء رجل، جاء الرجل الضارب زيد. طيب هذا يأخذنا مثال لاسم فاعل مضاف، يعني إضافة لفظية والمضاف فيها اسم فاعل. نفس الشيء في المصدر، المصدر يمكن يكون مضاف إلى معموله إذا كان دخلت عليه الألف واللام فهو معرفة، إذا لم تدخل عليه الألف واللام فهو في حكم ماذا؟ النكرة. إيش قال؟ عجبت لو قال من رزق المسيء. تقولي رزق المسيء هذه نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ولما قال من الرزق المسيء هذه معرفة، ليست من باب الموصوف وصف. الرزق لا يوصف بأنه مسيء أو غير مسيء، وهذا يتنافى مع المعنى الموجود في البيت. فمن قال عجبت من الرزق المسيء، يقول الرزق مصدر معرف بالألف واللام وهو ماذا؟ مضاف. والمسيء شنو؟ هو مفعول به للرزق، يعني التقدير عجبت من أن يرزق المسيء إلهه، من أن يرزق إلى كما قلنا قبل قليل إله المسيء المسيء. واضح المسألة؟ عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. أي ترك بعض الصالحين شنو؟ نفس الشيء من حرف جر. ترك مصدر شنو نقول هنا؟ هذا مصدر مضاف، هذا من باب القسم الأول اللي حكينا عليه، ذكروه اللي هو إيش قال فيها مدحه. قال أحدها المضاف وإعماله أكثر من إعمال شنو؟ يعني القسمين الآخرين. ومن ترك، ترك يقول مصدر مضاف يعمل عمل فعله. إيه من بعد شو نقول؟ من المضاف إلى المفعول. مضاف إلى المفعول. بعضي شو نقوله؟ مضاف إليه مضاف. بعض الصالحين نقول كلها مضاف إليه إلى ترك. شو إعرابها؟ مفعول به ناقص حوجة. محل. لا قبل المفعول به شنو؟ مفعول به أول لترك. وفقيرا مفعول به ثاني. وفاعله ضمير مقدر تقدير تركه، يعني ترك الإلهي بعض الصالحين فقيرا. فهمتوها هنا؟ هو تعجب كيف أن الله أو كيف أن الإله يرزق المسيء ويترك بعض الصالحين في حالة الفقر. واضح المعنى العام؟ هاوش قال؟ قال المسيء، مش أقرأ لكم من الإله، مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله. وإضافة المصدر إلى مفعوله إضافة لفظية ولا معنوية؟ لا عاد، إضافة المصدر. مش قلنا مضاف إلى معموله؟ بدأ مضاف إلى معموله فهي إضافة لفظية. مجرور بالإضافة، إلهه فاعل المصدر مرفوع ومضاف، والضمير المتصل في محل جر بالإضافة لأن على إلهه هو. وطبعا قدم المسيء حتى لا يقع إضمار قبل الذكر. ومن تركي عاطف ومعطوف على من الرزق، من حرف جر متعلق بعجب إلى آخره، مجرور بمن ومضاف. وبعض مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله مجرور وعلامة جره الكسر وهو مضاف. الصالحين مضاف إليه وعلامة جره الياء. فقيرا هنا عربها حال، ما عربوش مفعول به ثاني.
حال من ماذا؟ من بعض الصالحين، منصوب وعلامة نصبه الفتح. وهنا في هذا الإعراب لم يذكر فاعل ترك، ونقول كما شفنا في الآية يكون ضمير مقدر تقدير الكلام تركي تركيه. واضح المسألة؟ تمام. تفضل. تركي تقدرنا الفاعل ضمير محذوف هو اسم تقدرنا الفاعل ضمير محذوف. نعم اسم بعض ضمير في العادة ما يكونش فاعل. اسم بعض ضمير معناه ليس فاعل من يكونش فاعل أصلا. ما قلت الحاجة هذه ما يكونش فاعل. اسم بعض ضمير في الأصل ما يكونش فاعل. اسم بعض ضمير في الأصل ما يكونش فاعل، يكون مضاف يا مفعول. لا يمكن أن يضاف للفاعل بدليل القسم الأول اللي هو أكثر استعمال. ولولا دفع الله الناس وأخذهم الربا، شنو أنا عندك اسم بعد ضمير والضمير هو الفاعل. أخذهم الربا أكلهم أموال الناس. هو روى ما يجيش معك هو الاثنين مصدر اسم. أنا مقصد كيف اسم جامد إلا إلا ما إلا في الحالة هذه في حالة عمل. هو رو عندكم حق تستغربوا. شوفوا هو إيش قال الثالث المعرف بأل وإعماله شاذ قياسا واستعمال. هو شيء بشر بالخير ما دامكم استنكرتوا مثل المثال هذا يدل على صلاح القرائح نوعا ما. ما دام استنكرنا إنه هو هذا مثل هذا النوع من الاستعمال كون المصدر العام يعني معرف بالالف واللام والا حتى اللي قبله هذا هو مخالف نوعا ما للقياس ومخالف كذلك بالنسبه للثالث يعني مخالف للاستعمال. ولكن الاكثر استعمالا والافضل والاقرب للقياس هو الاستعمال الاول. انا قال واعماله اكثر من القسمين الاخرين. الاخر المثال الثاني هو اقرب للقياس لكنه بعيد نوعا ما عن الاستعمال. الثالث هو بعيد عن الاستعمال وبعيد كذلك عن القياس. عن القياس. واضح المسألة؟ ونظير هذا البيت باعتبار المعنى. هذه حكمة المولى غير المسألة النحوية. يعني قد يتعجب الإنسان من بعض الأمور لكن احنا عنا ضابطة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلموا. يعني قد يتحير الناس لكن هذا له تبريرات يعني وله أسباب يعني كثيرة. يتعجب بعض الناس كيف يقول لك هاو كفار وعندهم هذيك عجلت لهم حسناتهم في الدنيا ولا يدري الإنسان ما هو المآل بعد ذلك. أحد الشعراء قال إذا المرء لم يولد مسلما تحيرت عقول مربيه. موسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. السامري كان يسمى موسى كذلك يعني وكان بعد أن ولد قد يعني تركوه في جبل في مكان بعيد وكان سيدنا جبريل عليه السلام يأتي على فرس ويطعم هذا الصبي الرضيع من أصابعه يعني حليبا وماء وعسلا إلى آخره. فكان هذا السامري لما يرجع يعني سيدنا جبريل يغادر المكان يرى أن المكان الذي وطئته قدم الفرس سيدنا جبريل ينبت فيها العشب. فعلم بذكائه أن وطأة فرس الملك سبب للحياة فجمع وفيها نزل قول الله تعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. وكذلك سولت لنفس الرسول المقصود به القاصد اللي هو سيدنا جبريل. فهذا تربى يعني في رعاية سيدنا جبريل. إذا المرء لم يولد مسلما تحيرت عقول مربيه. موسى الذي رباه جبريل كافر وهذا ليس قدحا في سيدنا جبريل حاشا. وهو كان كافر وداعية كفر. وموسى الذي رباه فرعون. سيدنا موسى اللي هو رسول من أولي العزم من الرسل تربى في قصر فرعون ولكن الله أكرمه بالرسالة. موسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. فلا يدري الإنسان أين هي حكمة المولى. إذا المرء لم يولد مسلما تحيرت عقول مربيه
وعقول مربيهم. ساعات الإنسان يتخذ أسباب الصلاح الكل وأسباب التربية الحسنة، لكن يقول لك إيش بيه يطلع هيك؟ هذيك حكمة ربي، أنت عملت اللي عليك. إذا المرء لم يولد مسلما تحيرت عقول مربيه، موسى الذي رباه جبريل كافر. موسى رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. الذي رباه فرعون مرسل. يعني قال عجبت من الرزق المسيء إليه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. طيب، وبهذا يكون قد انتهى الكلام على عمل ماذا؟ المصدر. رأينا يعني باختصار المصدر يعمل عمل فعله، له شروط ثمانية. رأينا لا يكون مضمر، لا يكون مصغر إلى آخره، وعمله على ثلاثة أقسام: إما مضاف أو منون أو معرف بالألف واللام. وعمله وهو مضاف هو الأقرب للاستعمال، عمله منون أقيس لكنه أبعد عن الاستعمال، عمله محلا بالألف واللام أبعد استعمالا وقياسا. ورأينا أمثلة ذلك. من بعد تمشي جينا اسم الفاعل، اسم الفاعل وعمله. اسم الفاعل يعني ربما الشروط فيه الأولية أكثر من المصدر. اسم الفاعل، اسم المفعول، هذه لا تعمل إلا بشرطين، لابد من شرط الاعتماد وأن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. مش يجينا إن شاء الله الكلام على هذه، نخليه غدوة إن شاء الله. غدوة نبدأ على اسم الفاعل وعمله. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.